لكن اسمحي لي ان انا في البدايه اهنئكم بالمؤتمر، واسمحوا لي ان ارحب بيكم وبالاسهام اللي انتم اسهمتوا بيه اثناء الحوار اللي تم مع الدكتور خالد. بشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لي ان احنا نوجه لهم التحيه على ذلك. يعني الحقيقه العنوان بتاع عنوان الجلسه عنوان مهم قوي، واحنا في مصر لنا تجربه في طرح الازمه، وازاي الازمه ممكن تتحول الى او المحنه تتحول لمنحه يعني. وانا هقول 3-4 امثله لو سمحتوا لي على تجربتنا هنا في مصر في هذا المجال. هبدأ في القطاع الصحي على سبيل المثال. احنا كان عندنا يعني احنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى يعني، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة والأزمات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها مفيش حل يعني مفيش حل. لكن الحقيقة الأمر مش كده، وأنا بتفق مع كل المتحدثين على إن الأزمات بتوفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي بتحديها ومحاولة إيجاد حلول ليها. وإحنا اعتنقنا مبدئين أو استراتيجيتين مهمتين جدا في الموضوع دوت. احنا مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة. ده كانت احد العناصر او احد الاستراتيجيات اللي احنا كدولة حرصنا على ان احنا نتعامل بيها، عشان لما نتعامل مع موضوع يكون له تأثير على كثير من الموضوعات الاخرى. دي اول مبدأ. المبدأ الثاني هو الحفاظ على الاهداف. الحفاظ على الأهداف يعني مهما كانت العقبات اللي بتقابلنا والأزمات اللي بتقابلنا، لا احنا كنا حريصين على ان احنا الأهداف اللي كانت موضوعة من جانب الحكومة والدولة في تخطيطها انها تتحرك وتتعامل معها. هبدأ بحاجة بسيطة جدا زي موضوع الفيروس اللي تحدثتم عنه وقوائم الانتظار على كمثال في مجال الصحة. يعني احنا بنتكلم عليها دلوقتي كتاريخ يعني مسألة تجاوزناها، رغم ان هي في الوقت اللي احنا قبل ما نتحرك لمواجهتها كانت من اكبر الازمات اللي بتقابلنا على المستوى الصحي في مصر. مش بس التأثير الصحي، ده ايضا التأثير النفسي اللي كان بينجم عنها. لكن احنا مجرد ما لقينا ان في فرصه لعلاج لهذا الفيروس اللي احنا كنا بنبحث خلال سنوات طويله جدا قبل اكتشاف هذا العلاج، اتحركنا، الدوله اتحركت واستفادت من العلاج اللي توفر في الوقت دوت، وعملت يعني حمله قوميه، عملت مسح كامل للدوله المصريه عشان تشوف المستوى الصحي بصفة عامة. احنا عملنا مسح للسمنة، لأمراض الضغط والسكر، بمناسبة ان احنا بنعالج الفيروس سي. وبالتالي بعد ما عملنا ده بقى عندنا بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر، ساهمت بعد كده ان احنا نبني عليها مسار اكثر تقدما مما كنا عليه. وخرجنا من أزمة الفيروس سي بدولة بعد ما كانت من أكثر دول العالم يعني مصابة بالفيروس سي إلى دولة بفضل الله سبحانه وتعالى خالية من الفيروس سي. دي نقطة. كان عندنا برضو أزمة تانية، كانت أزمة البطالة، وكانت نسب البطالة عندنا عالية. وانا بحطها قدام كل اللي بيسمعني دلوقتي وبقول لو تتصوروا
ان احنا حجم الخريجين في مصر سواء كانوا من الجامعات او من المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بيقترب من بين 700-800 ألف للمليون. فلو كلمنا في 10 احنا بنتكلم محتاجين نوفر يعني من 7-8-10 مليون فرصة عمل سنويا، يعني 700 ألف للمليون فرصة عمل سنويا على مدار 10 سنين اللي فاتوا. أنا بتكلم على الحلول المتوازية والمتكاملة والمزج بينها، عشان نقول في الآخر وإحنا في 2011 كان عددنا تقريبا 80 مليون والنهاردة إحنا عددنا 106 مليون. لكن بالرغم من ده إحنا وصلين لنسبة البطالة 7%، 6.5. الدكتور مصطفى كمان بيفرحني أكتر، 6.5%. ده معناه إيه؟ معناه إن استهداف ومجابهة التحدي بتاع نمو السكان الضخم وتوفير فرص عمل لمجابهة البطالة احنا اشتغلنا عليه بشكل كويس جدا في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة اللي كانت فيها البنية مش متواضعة، لا كانت بنية أساسية متخلفة. يعني إذا كنا بنتكلم النهاردة ترتيبنا 22، أنا مش عايز أقول في الوقت ده كان ترتيبنا كام على العالم. فده أمر بحط يعني بنضيفه لحضراتكم على إن الجهد اللي عملته الدولة المصرية وحركتها، لأن كتير مننا وده نقطة أخرى هتكلم فيها، يتصوروا إن الأزمة الاقتصادية فقط هو عنوان محل الاهتمام فقط وبيخلي كتير مننا يتجاوز حجم الجهد وحجم النجاح وحجم الإنجاز اللي تم في كل مناحي الدولة المصرية. احنا بنتكلم على بنية أساسية طاقة كاملة متكاملة، بنتكلم على مواني ومطارات، بنتكلم على شبكة طرق وشبكة سكة حديد تم تحديثها وإضافة شبكة حديثة جدا جدا تعمل بالطاقة الكهربائية. يعني عايز أقول في الآخر إن رغم كل التحدي الاقتصادي اللي كان موجود من 2011 وما بعدها والحرب على الإرهاب، لكن التحديات دي كلها بالكامل اتحطت قدام عينينا وتحركنا زي ما قلت كده بخطة حافظنا فيها على أهدافنا ومصرين على تحقيقها. نقطة تانية هتكلم عليها ومش عايز أطيل عليكم أكتر من كده عشان الدكتور خالد الوقت اللي هو مخصصه ليا يعني فهحترمه يعني، بس أنا عايز أقول لكم مثلا من ضمن الحاجات اللي عندنا المي، وأنا بقولها هنا عشان تبقى واضحة للعالم كله. نحن في مصر حصتنا من المية موجودة لم تتغير على مدى عشرات ويمكن مئات السنين، يعني احنا تقريبا بنتكلم في 55 مليار متر مية من عدد سكان 4 مليون من حوالي 150-200 سنة ل 106 مليون دلوقتي، وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد. ما عملناش صراعات مع حد عشان نقول ان حصة المية بتاعتنا نزودها، ولان ده تحدي، وطبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، أقل من 450 متر مكعب في السنة للإنسان، والمفروض أنه هو 900 ألف متر مكعب في السنة. ما عملناش كده، دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى 10 سنين اللي فاتوا لاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية، يجعلنا زي ما قلت قبل كده بين يعني في مصاف يمكن الدول رقم 2 في العالم في تدوير واستخدام المياه. احنا انفقنا في هذا الامر ارقام هائلة عشان يبقى عندنا محطات معالجة ثلاثية متطورة على مستوى دولة بتستخدم مياه ل 106 مليون انسان، مش بس في الشرب والكده، لا ده حتى في الصرف الزراعي. احنا عملنا الكلام ده لمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة. خلاصة الكلام إن الأزمة وإن كانت أزمة ولكن بالإصرار وبالفكر وبالعمل والمحافظة على الأهداف زي ما قلت
ممكن قوي تتحول الأزمة إلى منحة جيدة جدا. آخر حاجة أتكلم عليها هي موضوع الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي. وإحنا أيضا في هذا الأمر عملنا يعني برنامج في 2016 وده نجحنا فيه. بس أنا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما كنا نحن عليه الآن. أما البرنامج الحالي اللي احنا شغالين فيه وده مهم ودي رسالة بقولها لينا ولمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر الصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات إن احنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ليها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله وبيتقال إن هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات أو القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الأمر. طب ما احنا جزء من اقتصاد العالم وبالتالي برنامجنا اللي احنا شغالين بيه إن ما تحطتش في الاعتبار التحديات اللي أنا بتكلم عليها ديت ولما نيجي نقول إن احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-18 شهور الماضيين وإن الأمر ده محتمل إنه يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى إذن البرنامج اللي احنا متفقين فيه مع الصندوق وده أمر مهم أنا بقوله للحكومة وبقوله لنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لابد من مراجعة الموقف، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق. شكرا جزيلا.